السلام عليكم الاخوان. هذا اوبل كورسا، هذه اوبل كورسا دي. نشوفوا الموديل ديالها، هي اوبل كورسا دي موديل 2011. هو الكود ديال الموتور 12XER، موتور ان دو، عندو 16 سوباب، 36 كيلو وات. يعني لو تعرفوا شحال من عاود عندها غدربو هذا 63 على 1.36، يعطيكم شحال من عاود بالضبط عندها. غنشوفو لافاز ديال السلسلة، لافاز ديال السلسلة بحال القديمة تقريبا. هنا كيكون البرموتور هنا، هذا البراكان كتب لكم هنا، كيجيو نيشان. وهنا هذا ديال الفارياتور، هذا الا حليتو هذا الفارياتور كتب لكم، الا ما حليتوش كديرو غير هذا، كتب لكم غير هذا غير الا حيدتو هذا الفارياتور. الا حليتو هذا البورون، هذا البورون الوسطاني، ما الا ما حليتوهمش راه ما يخصكمش هذا كيبلوكي هاد البولي هادي ديال الادميسيون. هاد البياسة هادي، كاين واحد البياسة هنا الوسط كتبلوكي هاد السنة هادي، وصافي. هذا هو ديال سميتو ديال لافاز، ديال الفارياسيون ديال لافاز. هاهو كيتبلوكاو، كنوري عليكم. انتم الاخوان هاد السنة كتدخل هنا، وهاد هادي كتدخل هنا تقريبا. كيجيو الفوق هاد الشرطة هادي، وهادي كتجي الفوق. هادو غير الا حليتو هاد الفارياتور، الا ما حليتوش الفارياتور كتبروكي على البركان بعدا. وهذا مكان، والسلام عليكم.